لما نغاب فيلمون وهبة قالت فيروز كل اللي تركتن اشتاقوا لك وكل اللي جايين رح يحبوك. فيلمون وهبة فل من ربع قرن بس موسيقاه بعد عايشة بيناتنا بألحان اللي ما بتشبه حدا وبطابعها اللي بيحمل الفطرة والأصالة. هو من الأشخاص اللي مستحيل يتكرروا، مونولوجيست لبناني أصيل ما مرق مثله بهالزمن الجميل، ورغم كل السنين ألحانه بعد عم تخاطبنا وتخلينا نعيش لحظات ما بتنمحى من الذاكرة. فيلمون وهبة خلق سنة 1916 بكفر شيما، البلدة المعروفة بفنانيها وبتاريخ الفن العريق. بيو سعيد وهبة كان مختار الضيعة وشيخ صلح معروف، وأمه ماري أيوب كانت امرأة محبوبة. من صغره فيلمون كان معروف بموهبته، وكان يروح على المدرسة متقبط العود بإيده وهو بعده صغير بمدرسة الشويفات الدولية. ورغم أنه بيو ما كان حابب يشوفه بالفن، الموهبة اللي كانت عنده انتصرت على كل شيء، فترك المدرسة ليلتحق بعالم الفن. ورغم هيك كان يشتغل بمهن حرة ليساعد أهله، فكان ولد بار وعنده إحساس عميق بالمسؤولية تجاه عائلته. أول خطوة لفيلمون وهبة كانت كمطرب بفلسطين سنة 1946، بس ما طول ولقي حاله أكثر بالتلحين والموسيقى، فانضم لإذاعة الشرق الأدنى ببيروت بالخمسينيات واشتغل مع زملاء كبار مثل حليم الرومي، سامي الصيداوي، زكي نصيف والأخوين رحباني. وبهالفترة قدر فيلمون يبرز موهبته بشكل كبير وصار من أشهر الأسماء بالموسيقى والتمثيل. محمد عبد الوهاب قال عنه فيلمون عبقري ما درس النوتة أبدا، مثل إديسون يلي اخترع المصباح وهو صغير وعم يرسب بالرياضيات. فيلمون كمان قدر يخلق ألحان شرقية مميزة من دون ما يتعلم نوتة أو يعزف عود مثل باقي الملحنين. كان يعتمد على حسه وعلى موهبته الطبيعية ليصنع الألحان، وهيدا الشيء خلى موسيقاه فريدة من نوعها وما بتشبه شيء تاني. الموهبة ما بتعرف لا لغة ولا هوية، وهيدا الشيء أثبته فيلمون وهبة من خلال فنه. كان عنده قدرة يخلي الناس تضحك حتى لو ما فهمت ولا كلمة من اللي عم بيقوله. بيعرف يحكي وبيعرف يغني بطريقة بتوصل للقلب دغري. صديقه بيحكي عن حادثة وقت لحن أغنية عبايم الصبي لفهد بلان بسوريا بسنة 1978، بيقول استقبلنا فيلمون ببشاشته وطيبة قلبه المعتادة. فهد سأله خلصت اللحن؟ فرد فيلمون وقال له بلش هلأ. فيلمون قعد قدام طاولة صغيرة وصار ينقر بإيديه ويدندن اللحن، وفهد عم يردد وراء. الطريقة كانت بسيطة وفطرية ومش بحاجة لآلات موسيقية، حتى العود كان نايم على خزانته وما استعمله. فيلمون بكل بساطة كان جاهز يلحن بأي لحظة وبأي طريقة، لأن الموهبة كانت هي اللي بتحركه مش النوتة ولا الآلات. فيلمون وهبة كان بيحب الصيد كتير، وكان يصطاد مع شخصيات كبيرة مثل الرئيس اللبناني الراحل الياس سركيس والنواب سامي الخطيب وميشال ساسين وفنانين مثل ملحم بركات ونصري شمس الدين، وكأن يلقط أحلى الألحان من قلب الطبيعة والليل ورحلات الصيد اللي كان يطلعها. وقت كان يرجع على البيت كان يقعد بعد نص الليل ويعزف على العود بإحساس عالي ويصنع ألحان بتشد القلب. قدر فيلمون انه يخترق الطوق اللي كان حول فيروز ويتعاون معها باجمل الالحان يلي بعدها خالده لليوم، اغاني مثل يا مرسال المراسيل ويا دارة دوري فينا وجايب لي سلام، كلن الحان لفيلمون وكانوا جزء من مسيرته الطويله مع فيروز والاخوين رحباني. فيلمون وهبة كان مش بس ملحن بل كان ممثل مسرحي بالفطره، لدرجة أنه الأخوين رحباني لقبوه بفاكهة المسرحية اللذيذة، وكان عنصر أساسي بكل مسرحية. كان الوحيد يلي فيروز بتغني ألحانه بالمسرحيات ووصفته بسبع الأغنية وشيخ الملحنين. من المسرحيات اللي شارك فيها لولو، المحطة وبيع الخواتم، وكان دوره دايما بضيف نكهة مرحة وطبيعية. كتب، لحن ومثل بمسرحيات متعددة، وكان الجمهور بينتظره ليشوف شغفه وضحكته اللي بتضيف جو خاص على العروض. فيلمون وهبة كان أول فنان قدر ينشر الأغنية اللبنانية للعالم العربي وخاصة بمصر. من خلال أغاني صباح وديع الصافي ونجاح سلام قدر يحقق انتشار واسع. كمان موسيقاه وصلت لأوروبا وترجمت بعض ألحانه،
وأديها موسيقيين عالميين. فيروز غنت أغنيته الشهيرة جايب لي سلام بباريس خلال احتفالات الذكرى 200 للثورة الفرنسية، وصوته كان الصوت العربي الوحيد بهالمناسبة، وهالشي بيأكد على مدى تأثير موسيقاه خارج حدود لبنان. فيليمون وهبي عاش حياته الفنية بعز وإبداع، بس الحرب اللبنانية أجبرته على ترك بلدته كفر شيما والعيش بمعبدات لمدة 20 سنة. وخلال هالفترة ما وقف إبداعه وأضل يقدم ألحان جديدة لفيروز، منها فايق يا هوى. كان فيليمون بيرفض الألقاب باستثناء شيخ الملحنين، اللقب اللي أطلقته عليه فيروز، وكان بحب لقب ابن الشعب لأنه كان بيعكس تواضعه وعفويته. تزوج فيليمون من السيدة جورجيت خوري سنة 1946، وهي كانت معروفة باسم تغريد الصغيرة. كانت مطربة لها عدة أعمال وتسجيلات إذاعية. فيليمون لحن لها العديد من الأغاني المميزة مثل خدعتني العين وحملتني فوق الألم، لكن اعتزلت الغناء بعد الزواج لتتفرغ للعائلة. ومن هالزيجة أنجبوا 4 أولاد، كل واحد ورث عن بيه شيء مميز، سواء روح الفكاهة، الصوت الجميل أو موهبة التلحين. كانوا عائلة متماسكة ومحبة، وفيليمون كان أب حنون وكريم مع عائلته. عرف فيليمون بتواضعه وعفويته وحرصه على تربية أولاده بروح مرحة ومليئة بالفكاهة. أولاده 4 هن عماد اللي حصل على ماجستير بالعلوم السياسية والقانون الدولي من الجامعة الأمريكية ببيروت، وورث عن والده روح النكتة وكان رفيقه برحلات الصيد. سعيد اللي درس الهندسة الداخلية واشتغل كخبير تجميل وصاحب مؤسسة وتزوج وصار عنده 2 وورث عن والده موهبة التلحين وعنده صوت جميل. ألحان اللي درست الإدارة واشتغلت بشركة شحن وهي ربة منزل وكانت بتحمل اسم مميز مستوحى من عالم والدها الفني. وربيع اللي درس التسويق والمالية وإدارة الأعمال بالولايات المتحدة ليكمل مسيرة النجاح المهني اللي بدأ والده لكن بطريقة مختلفة. فيليمون وهبي كان أكثر من مجرد ملحن، كان ركيزة لعائلته وكريم مع كل اللي حوله. حبوا الكل لأنه جسد البساطة والفن الأصيل، وبقي طوال حياته متواضع رغم شهرته الواسعة. ب5 تشرين 2 نوفمبر من سنة 1985 غادر فيليمون وهبي هالدنيا، ترك وراه إرث فني لا يضاهى. كان حلمه اللي ما تحقق قبل وفاته هو الرجوع لبيته بكفر شيما اللي هجر منه خلال الحرب، ورغم غيابه الجسدي بقيت موسيقى وألحان وصدى حي بقلوب محبيه، تشهد على موهبة استثنائية ما بتموت وحب كبير للوطن ما تزحزح حتى الرمق الأخير. الإرث اللي تركه فيليمون وهبي بالفن ما بينقاس لا بالجوائز ولا بالأوسمة، أكثر من 2000 لحن ومشاركة بأكبر المهرجانات اللبنانية والعربية من بعلبك لبيت الدين. أعماله مع فيروز وصباح ووديع الصافي والأخوين رحباني ضلت محفورة بذاكرة الناس. قال عنه محمد عبد الوهاب وقت وفاته: أنا ما بعزي بموت فيليمون وهبي، أنا بعزي الأصوات اللي كانت بتنهل من منبعه الغزير. سعيد عقل قال: مات فيليمون وغابت الضحكة وانكسر سيف كان عملاق، أما فيروز فصرحت: كل اللي تركتن اشتاقوا لك وكل اللي جايين رح يحبوك. كرم فيليمون وهبي بعدة جوائز وأوسمة تقديرا لعطاءاته الفنية، من بينها وسام الأرز ووسام الاستحقاق من لبنان، وجوائز أخرى من الجيش اللبناني ومن شخصيات عربية ودولية. بغيابه ترك فراغ كبير، بس موسيقى وألحانه هي اللي بتخليه حاضر بيناتنا وبتخلينا نشتاق لهالموهبة الفريدة يلي ما ماتت بمرور الزمن.